نتحدث عن المنتخب الاول الان كنشاهدوا اللاعبين ديال المنتخب المحلي الاداء ديالهم والاغلبيه ديال الفرق اللي كينتمي لها يعني او اللاعبين اللي حاضرين على مسرقات الملعب. كنركزوا على المنتخب الموريتاني نقدموه في بدايه الامر للجمهور الكريم المتتبع لهذه المنافسه وايضا نشاهدوا المحاوله هدف هدف اول لصالح المنتخب الوطني المغربي وطريقه جميله ديال التعامل مع الكره لان الكره كانت جانبيه يعني للاسف ما كانت توفرش على الاعاده وعلى الصوره هنا الطريقه كانت جميله على مستوى التمرير الجانبي والهدف الاول كيجيب بصوره جيده من ايوب الكعبي لانه طريقه جميله على مستوى استثمار الكره ووضع الكره في المرمى لانه كان خلال على مستوى التغطيه الدفاعيه وبالتالي هدف الاول لصالح العناصر الوطنيه وبالتالي يجي هدف في الدقائق الاولى يعني الخمس حتى الست دقائق الاولى فاعتقد انه كيعني بانه المهاجمين لقوا الحلول لقوا الطريقه لفك الشفره الهجوميه ديال هذه المقابله. تحضير نشاهدونا من جانب عناصر المنتخب الموريتاني ما كنتش كنعتقد شخصيا تماس لصالح المنتخب الوطني المغربي تمريره الخط الوسط والتمريره كتناقصها بعض الشيء بالتالي خاص يكون نوع من الحذر والحيطه في التعامل مع مثل هذه الكرات. شاهدوا معي التمريرات يعني ناقصه بشكل كبير. انس زنيتي كيقوم بخطا فادح خطا لا يغتفر صراحه لانه خاص كل الحزم ابعاد الكرات لانه باش تلعب المقابله يعني بجديه خاص يكون الحزم تمشي التماس اهون من انها تمشي مباشره للمرمى يعني هذا امر طبيعي. مسجل ديال الهدف هو اللاعب رقم 9 اللي هو تراوري كرامخو لاعب اف سي نواديبو يعني الطريقه اللي جاب بها الهدف يمكن نقول بانه ماشي غريبه ولكن اندفاع يعني نحو الكره خلى انس زنيتي يكون بعيد بعض الشيء على الكره الاخيره وبالتالي هدف مباغت للمنتخب الموريتاني. يعني كنا كنتحدثوا على الطريقه ديال التعامل ديال المنتخب الموريتاني على مستوى الدفاع في الاربع دقائق الاولى وخمس دقائق الاولى فالمنتخب الوطني المغربي ايضا يعني الطريقه ديال التعامل ديال انس زنيتي ما كانش بشكل جيد. تحضير مميز بحث عن اللبنه الاخيره من جبران يحيى تمريره جانبيه فرصه بالراس او جميله جميله الكره تمرير جانبي راسيه بديعه والطريقه اللي جات من خلال الكره فممكن نقول بانه غايه في الروعه لانه رفع الكره الجانبيه بشكل احسن وهذو هما الكرات اللي كيكونوا مدروسين الكرات اللي كيكونوا مهيئين بصوره جيده وايضا باسلوب جيد انه كره جات في لحظه فخص الاستغلال ديالها 100% لانه الانطلاقه جات من الخط الوسط تمريره جانبيه رائعه واستثمار كان بشكل مميز والمسجل الهدف هو اللاعب رقم 9 ايوب الكعبي لاعب فريق النضاريه ديال البركانيه طريقه رائعه اسلوب جيد وضع الكره في الشباك معلنا على هدف ثالث في المباراه والثاني للمنتخب الوطني المغربي. اذا تقدم في النتيجه كيف ما قلت سابقا يعني عناصر المنتخب الوطني المغربي تهيمن تضغط وخاص هدف فجاء الهدف الان امامي تجمع مهم هنا في مدينه مراكش ومباراتين وديتين وهذه فرصه تمريره من جديد بامكانيه رفع الكره داخل منطقه الجزاء محاوله ممتازه جميله 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 العمليه لكن ضاعت في اخر المطاف. كاين تدخل حكم كيحاول يمكن انه ينبه اللاعبين وشاهدوا هنايا يعني احتجاج مبالغ فيه احتجاج كبير. هذه مباراه وديه يعني المفروض اننا نبقاو دائما في الطابع الودي. ضربه جزاء لم يقول الحكم تبعوا طريقه ديال التعامل مع الكره على مستوى الخط الامامي وامكانيه ديال اضافه هدف اخر. خمسة ديال الدقائق احتجاجات اذا من جانب المنتخب الموريتاني ولاعبي المنتخب الموريتاني. الكره كانت داخل منطقه الجزاء اذا غادي نتابعوا اللقطه
نتابعوا هنا ضربة جزاء اللي اعلن عليها الحكم. تحضير وهدف ثالث لعناصر المنتخب الوطني المغربي. هدف ثالث كيجي من خلال اقدام اللاعب بلال المقري. طريقة جيدة للتعامل مع الكرة الماضية. إذن ثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد هي نتيجة المسجلة لحد الساعة في هذه المقابلة. أيت خرصة لاعب الفتح الرياضي الرباطي. الفتح التي قدمت مجموعة من اللاعبين المميزين، حمزة السمومي، نايف أكر، بدر بالورود، ومجموعة من اللاعبين. حنا كنتابعوا هنا الطريقة الجميلة في وضع الكرة في المرمى، يعني بصورة غاية في الروعة من جانب اللاعب رقم 2 يحيى الفيلالي. تمكن من تسجيل هدف الرابع في هذه المواجهة. يعني ممكن نقول بانه انهيار تام العناصر ديال المنتخب الموريتاني في هذه المقابله. طريقه يعني كانت جيده، واحتل الحارس الخروج ديالو بعض الشيء. حسن العيد، يلي ديارا، محمد عبد الله السوداني، اسماعيل دياكيتي، مجموعه من اللاعبين المميزين صراحه. وهذا هدف ياتي من جانب المنتخب الموريتاني. شاهد الطريقه، انسلال مستوى الخط الامامي. خط الدفاع يجب ان يكون حريصا على ايقاف العديد من المحاولات الهجوميه، لانه الطريقه التي اتى منها الهدف خاصه في هذه اللقطه نوعا ما لا اقول غريبه، ولكن كانه هنالك نوع من الانهزاميه، عدم متابعه الكره. أربعة أهداف أمسية. وعلى هذا اللقاء الكروي الهام بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الموريتاني الإعدادي في انتظار مباراة يوم الاثنين المقبل أمام منتخب الغامبي على نفس أرضية هذا الملعب، وحدود الساعة 5 مساء. ترقبونا في بث مباشر عبر القناة الرياضية أرسلي لايف والقناة الرياضية العادية. إذا يعلن الحكم خالد النوني على نهاية تفاصيل هذه المقابلة. الموعد سيتجدد في قادم المواعيد. نتمنى لكم كامل التوفيق رفقة برامجنا عبر القناة الرياضية. إلى اللقاء.